نشاهد اليوم مجموعة من اللقطات النادرة لقصر الكرملين الروسي الشهير، والذي يمتاز بمجموعة نادرة من القباب التي تعلو. وكذلك مجموعة فاخرة من القاعات ذات الطراز المعماري الفريد الذي يجمع ما بين الفن البيزنطي والروسي القديم في البناء. ولعل من أهم ما يميز قاعات قصر الكرملين هذا الاتساع الكبير، إلى جانب أجود أنواع الرخام التي وضعت في أرضية قاعاته، إلى جانب الأعمال الزخرفية البارزة التي تمتد على حوائط القصر وحتى الأسقف. إلى جانب مجموعة نادرة من الثريات الضخمة والتي تعبر عن عظمة وأبهة القياصرة الروس في حقبة بناء القصر وأثناء تجديده. وإلى هنا تنتهي جولة اليوم وصور من الماضي.